دي غير كده حط الفريقين قدام بعض. يعني يا كابتن شريف، انا بصراحه لازم نعلق على الصوره دي. انا سبتها لكم يعني في اخر اللقاء معاكم قبل ما يطلع على الماتش الكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي. حاجه تفرح يعني حاجه بصراحه، يعني عشان بقى الناس تسكت شويه، بقى عشان الناس اللي هي بتوع الانتخابات والناس اللي بتتكلموا على الفاضي المليان صوره معبره جدا، وهي دي اخلاق النادي الاهلي، ودي مبادئ النادي الاهلي، وهي دي ولاد النادي الاهلي اللي بتجمعوا دايما في احلك الظروف او في اصعب الظروف اللي بيحتاجهم فيها النادي الاهلي. ما فيش دلوقتي رئيس نادي بيستقبل مرشح لرئاسه النادي، حاجه جميله جدا، منافسه، لكن بيجمعهم في الاول وفي الاخر حاجه واحده بس، هي كيان واسم النادي الاهلي. دلوقتي نسي الكابتن محمود الخطيب ونسي المهندس محمود طاهر مين رئيس النادي ومين مش رئيس النادي ومين ومين ومين. دلوقتي المهندس محمود طاهر بيحضن الكابتن محمود الخطيب علشان يقول للناس كلها ان انا اهلا وسهلا باي حد، مفيش اي مشكله خالص. حاجه جميله جدا جدا بين رئيس نادي ومرشح لرئاسه نادي المهندس محمود طاهر، حاجه بصراحه جميله. الاثنين نماذج يعني جمال جدا جدا، حاجه جميله جدا 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 جدا، زي ما انتم عايزين تقولوا قولوا. وهو ده اسم وكيان النادي الاهلي، ودي اهم حاجه في النادي الاهلي. حاجه جميله جدا، ترحاب شديد جدا من المهندس محمود طاهر اللي قبل دعوه الكابتن محمود الخطيب وعمل له كل اللي يحتاجه نجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب، ورحب بيه واهلا وسهلا بيه، ويقعدوا هما الاثنين جنب بعض. هي دي اخلاق النادي الاهلي، وهي دي اسماء رجاله النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، وهي دي ابنائه. وزي مش يعني بصراحه كلام كتير جدا يتقال في الصوره دي، حاجه جميله قوي كنا نتمناها. وان شاء الله المهندس محمود طاهر عمل بادره يعني جميله جدا هتحسب له على مدار التاريخ، ان هو حاجه جميله جدا بيرحب بالمرشح لرئاسه النادي الاهلي، ومفيش اي مشكله خالص. اهم حاجه في الاول وفي الاخر اعلاء كلمه النادي الاهلي والبقاء على اسم النادي الاهلي في هذه الظروف اللي بيحتاج فيها كل ابناء النادي الاهلي. وعايزين تعلقوا على الصوره، اتفضل.